دموع البجعة البيضاء، حكاية من التراث الأغريقي القديم. في الليالي الحارة الرطبة وعند الشعور بالأرق، انظروا إلى السماء المليئة بالنجوم. إذا دققتم النظر إليها ستجدون أمامكم عالما عجيبا، ويمكنكم مشاهدة نهر من النجوم يشبه بجعة بيضاء مفرودة الجناحين. والآن دعونا نستمع إلى الحكاية التي ستقصها علينا النجوم. منذ قديم الزمان في أثيوبيا عاش صبي يدعى بايتون. كانت والدة بايتون امرأة جميلة تدعى كوريومين، وكان والده هو أبولو. بايتون احترس، احترس يا بايتون. بايتون يخاف، أنت جبان يا بايتون. كفى، قلت لك كفى. ما دام بايتون هو ابن أبولو يجب أن لا يخاف من السهام. نعم، لكنه كذاب. نعم، أنا ابن أبولو، أتفهم؟ خذ إذن، خذ. ماذا حدث؟ تبدو مثل الأرنب بالقفص. أيها الجبان، أنت تخاف. كيكنوس، أنا ابن أبولو، يجب أن أثبت ذلك حتى يحترمني الجميع. نعم، هذا مهم جدا بالنسبة لي. ماذا تقول؟ لا تدع حديث إيفابوس يؤثر عليك. أنت لا تهتم بالأمر لأنك لا تدرك حقيقة شعوري. نعم، كف عن ذلك، أنا أكره أن أسمع كلاما كهذا. كيكنوس. انزعج بايتون كثيرا لعدة أيام. كان الابن الحقيقي لأبولو، وكان يريد إثبات ذلك، فقرر أن يثبت الأمر للجميع. بايتون، منذ أيام وأنت لا تعرف النوم، لماذا؟ ما الذي يشغلك؟ أمي، أريد أن أذهب لرؤية أبي. ماذا قلت؟ والدك هو أبولو، صحيح، ولكن لا يمكنك أن تراه يا بايتون، لا يمكن. بايتون، سوف أذهب لأرى أبي. نعم، سأذهب لرؤيته. في اليوم التالي ذهب بايتون في رحلته متجها إلى أبولو. بايتون، بايتون، أين أنت يا عزيزي؟ أين أنت؟ لقد ذهب إلى أبولو. لقد كنت مخطئا، لقد حدثته بقسوة يا سيدتي. أشعر أن مكروها أصابه، أنا خائف. كانت رحلة بايتون طويلة وشاقة، وبرغم ذلك أصر بايتون على رؤية أبيه، فعبر المحيط والجبال الوعرة. وصلت أخيرا، وصلت إلى أوليمبوس. أهلا بك يا بايتون. أبولو بانتظارك، هيا. أهلا بك يا بني، رأيتك تصعد الجبل، كيف حالك؟ أقدم لك الفصول الأربع يا بني. أنا الصيف، مرحبا بك يا بايتون. أهلا بك يا بايتون، أنا الخريف. وأنا الشتاء، مرحبا. وأنا الربيع، أهلا بك. هل تريد رؤية الفصول؟ لا لا، لم أحضر إلى هنا لذلك يا أبي، عندي طلب لديك. فهمت قصدك، أطلب يا بني، أطلب ما تريد يا بني. أطلب ما أريد؟ نعم، أعدك يا بني، تكلم. حسنا، أعطني عربتك الذهبية. عربتي الذهبية؟
العربة الذهبية هي المفضلة عند أبولو، وكان الوحيد الذي يستطيع التحكم بقيادتها. كان يأتي كل صباح راكبا عربته الذهبية، فتشرق الدنيا وتزهو النباتات. مستحيل، لا أستطيع أن أعطيك تلك العربة. ولكنك وعدت بذلك وسمحت لي بطلب أي شيء، هل نسيت؟ نعم لقد وعدته. أعطيه العربة. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ حسنا، ولكن استمع إلي جيدا، استمع، يجب أن تفعل ما لقنتك إياه. فهمت يا أبي، لن يجرؤ أحد أن يصفني بالضعف، سوف أثبت للجميع أنني شجاع لأنني ابنك. هيا! هيا! أيها الناس، أنا ابن أبولو! بني! بني! ليس بهذا الاتجاه، من هناك! أوه يا إلهي! إنه في مأزق، الجياد لا تطيع بايتون، لقد اتجه إلى مكان مظلم. انظر، وسرعان ما تسببت العربة الذهبية في اضطراب كبير. سوف يهلك كل شيء إذا ترك الأمر على هذا الحال. أبولو، ماذا فعل ولدك؟ لقد دللته كثيرا وها نحن ندفع الثمن. ماذا فعلت يا بني؟ ماذا فعلت؟ لقد وصلت أخيرا، ولكن ما الذي يحدث؟ أين أنت يا بايتون؟ أيها المتهور، لقد حذرتك كثيرا ونبهتك بأن تقود العرب بحكمة ودراية، ماذا فعلت بنفسك؟ يجب أن أعاقبك. منذ ذلك الحين وكيكنوس بجانب النهر الذي وقع فيه بايتون ينادي صديقه في حزن. أما كريومين والدة بايتون فقد شعرت بالحزن من أجل كيكنوس الذي راح ينادي صديقه. أبولو، أرجوك استمع إلي، لن أحدثك عن بايتون بعد الآن، ولكن أرجوك أن تنقذ كيكنوس المسكين، أرجوك أرجوك. ها؟
غلبت دعوات الأم المسكينة سدى، وذلك لأن الابن لم يستمع إلى كلام أبيه، وكتب على كيكنوس أن يتحول إلى بجعة بيضاء تحلق في السماء إلى الأبد.